هذا المستوى. فين المعارضة المصرية؟ سكت ليه؟ انت عايز تتخانق؟ لا مش عايز اتخانق. لا هو حضرتك من ساعة ما كنت طالب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعت عن الناس اللي تم 17 و 18 19 يناير اعتقلت في سبتمبر 81 كنت اكتر واحد او اصغر واحد من المعتقلين حزب ناصري ليك معارض فلازم اسال لما يبقى النهارده سامع عاشور موجود لازم اساله هقول لك عن المعارضه المصريه هقول لك حاجه اه بص في 25 يناير ايوه 11 اه كل القوى السياسيه القديمه خدعت كلها ايه؟ خدعت كنت عايز اسمعها مرتين اصلا لا ثلاث مرات ثلاث مرات خدعت احنا خدعنا في بعض القيادات اللي ظهرت فجأة في 25 يناير يعني احنا شفنا اسماء جديدة مش كتير لكن كانوا فرضين نفسهم على الاعلام وعلى الساحة باعتبار ان هم نتاج ثمار مع انه ما عملوش حاجة للثورة خالص يعني برادع ولا غيره؟ برادع ولا غيره؟ أنا بتكلم بشكل عام مش أنا هقول وحضرتك لك حق تحت تحفظ بس سيبنا أكمل أكمل الفكرة أكمل لك الفكرة لا يعني منهم البرادعي البرادعي طبعا كان شخصية مهمة لكن ما كانش له علاقة بالصراع بالمعارضة المصرية يعني كان الحراك اللي كان موجود والقوى السياسية اللي كانت موجودة الحقيقة نظام مبارك ظلم أحزاب المعارضة المصرية ما تسابش حزب ما سابش حزب سياسي دون أن يقسمه الوفد نعم وبذور الفتنه بس في الحزب الناصري وانقسم بفضل التدخل النظام في ذلك الوقت حزب العمل وتنفس اتعمل في نفس فحصل مشكله في الاحزاب حصل مشكله دخلت في اضعف حالتها اه لما جاء حصل الحراك الاخوان كانوا اكثر تنظيما واكثر دقه ولديهم امكانيات واستطاعوا ان هم يخدعوا كثير من الاسماء اللي انت كانت موجوده بتشاور عليها دي او اللي انت عايز تنطق اسمائها يعني وتصدروا المشهد يعني أنا هو 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 ينفع ان هم في النهايه يختموا الثوره بانه الشيخ قرضاوي راجل محترم وكل حاجه وينفع ايمان الجامع انا بقول لك انا يعني رأي حضرتك ينفع يصلي بالمسلمين لكن ينفع يبقى ده ختام الثوره المصريه؟ لا ده الختم اللي اتعمل بيه لما جه في مشهد الجمعة التي جرت في التحرير ده معناه ان احنا ضحكنا عليكم كلكم هو ما فيش حد فينا في المصريين في القوى السياسيه اللي ينفع يؤم المسلمين في يوم الجمعه دي مستنين الشيخ قرضاوي لما يجي يؤم هذه دي دلاله سياسيه في الموضوع هم نجحوا في انهم يخطفوا هذه الدلاله السياسيه ونجحوا في ان يخدعونا او يخدعوا كثير مننا طب انا هفكرك كان في حاجه اسمها جبهه الانقاذ جبهه الانقاذ دي كان فيها كل صح الترسيس بما فيها الاخوان المسلمين ولما جينا نتكلم على دستور اولا ولا البرلمان اولا قالوا لا البرلمان اولا الاخوان المسلمين الاول تزعموا هذا الامر وكانت كل القوى السياسيه مع الدستور خلي بالك في الاول كل الناس كانت مع الدستور اولا والانتخابات ثانيا لما جينا في الجبهه فوجئنا انه كثير من القوى السياسيه جبهه الانقاذ دي كانت ضد مرسي ولا في جبهه ثانيه اتعملت؟ لا الاخوان كانوا ازاي فيها؟ كان احنا كنا ضد لا قبل استنى بس قبل ايوه قبل مرسي اه استنى لا الفتره اللي قبل الانتخابات لا 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 ده احنا